الغابة قصص وغرائب في الغابة في الغابة هيا نسمع يا صاحبي في الغابة في الغابة هذا شرس هذا لطيف هذا نابه جد مخيف هذا ماكر وهذا قوي هذا جبان هذا أليف كان يا مكان في الغابة فيل متكبر نابه ضخم جسمه ضخم من يصرعه هو لا يقهر جلس الفيل بوسط الغابة وبنابه الكل يهابة صوته يعلو من الخرطوم واتكأ وألقى خطابة جمع الحيوانات وقال من يكبرني من يقدر لي قال الضفدع أنت مليك الغابة طبعا حجمك ضخم جدا وقوي قالت أفعى يا سيدنا يا أحكمنا خرطومك أكبر من أفعى سيدنا ماذا يأمرنا من كل شرور يحمينا أنا منزعج من صوتكم لا يسمح بعلو الصوت أنا ملك الغابة فليحذر كل منكم أن يغضبني لا يسمح الحمار ينهى من يعلو صوته أعرفه الغابة ليست للعب من يخلف قولي أسحقه سمع الفأر كلام الفيل قال له لكنه فيل أصغر فأر سيخيفك أين الأسد ملك الغابة إن غاب العب يا فار فارتعب الفيل من الفأر وتلاثم من هذا الأمر بعد قليل سمعوا صوتا الأسد يزأر ويزمجر يسحب أشباله واللبؤة فرأى الفيل هذا المنظر قال الواعظ يا أحبابي الحكمة ليست بالشكل فالأسد أحجبنا وأنا فيل مسكين يا ويلي الحكمة ليست بالشكل والقوة ليست بالحجم وإذا اجتمع في إنسان صاب الخير وصاب العلم Thank you.